السلام عليكم. حنا كنسكنوا في واحد الدار الزنقة 23 رقم الدار 49. حنا دابا 3 سنين وحنا عندنا هذا المشكل. الدار كتريب علينا كل نهار. مشينا للمقاطعة ما داروا معنا حل، مشينا للعمالة ما داروا معنا الحل. حنا دابا بالنهار كنكونوا في الدار، بالليل كنخرجوا كنتفرقوا عند الجيران، كنعسوا غير عند الجيران، ما عمرنا نعسنا حنا وليداتنا. تشردين مشردين، حنا دابا عام دابا وحنا مشردين. الدولة ما بغاتش دير معنا الحل. كنمشيو عندهم كيقولوا لينا حنا نتوما دابا مقيدين غتستافدوا، وين السكن باقي ما موجودش، امتى غيوجد هذا السكن حتى نموتوا حنا وليداتنا. وحنا مشردين بزاف، حنا عانينا بزاف، ما لقينا حتى شي حل. والو، كنطلبوا منكم ديروا معنا الحل، الله يجازيكم بخير. انا ارمله، مات لي الراجل وعندي 4 الوليدات، وساكنة مع وليداتي. كل نهار كنقول غدا غنصبح ميتين، الدار تحت هاهم، انتم غتشوفوا كل شيء بعينيكم. حنا دابا الله يجازيكم بخير، اللي شافنا يحن فينا، حنا غنضيعوا لا حنا لا وليداتنا. مولات الدار دارت بينا الدعوه، بغات تلوحنا للزنقه، لقات الفرصه، خدات القرار على اخلاء ديال الدار، ولقات الفرصه وبغات تلوحنا للزنقه. مشات دارت لينا الدعوه في المحكمه باش يحكموا علينا يلوحونا للزنقه. حنا ما عندنا فين نمشيو، ما عندنا فين نسكنوا، المعيشه كنجبدوها غير بالزز. الله يجازيكم بخير. لا انا لا جاري اللي تحتها، هي مرتو غتهضر حتى هي. حنا تنطلبوا الله يجازيكم بخير، بالله السقف اللي كتشوفوا كنعيشوا تحت منه. انا حنا 6 ديال الناس لتحت، وجارتي هي و4 ديال الاولاد ديالها الفوق. حنا كنضيعوا في هاد الدار هذا دابا 3 سنين ونص، حنا كنعانوا من هاد المشكل. كنمشيو للمقاطعه ما داروا معنا الحل، مشينا للجامعه ما داروش معنا الحل، مشينا للعماله حتى هما باقي ما داروا معنا حتى شي حل. حنا كنباتوا فايقين، كنمشيو نتفرقوا عند الجيران، وفي الليل تر الغد اللي ترجعوا نطلعوا على حويجاتنا ونعاودوا نخرجوا. خفنا الطيع علينا، راه حنا الحديد تطقطق، راه هي الحاله غتشوفها كيفاش دايره. وحنا الحاله ضعيفه، ما عندنا فين نخرجوا، ما عندنا فين نمشيو. باغي يلوحونا الزنقه، مولا الدار باغا دير بنا الدعوه في المحكمه، قالتنا تخرجوا الدار في الخطر، حنا ما عندنا فين نمشيو. الا خرجونا نديروا القيطون في الزنقه، حنا ضايعين حنا وليداتنا ومحني. انا ما كنعش من النهار اللي طاحت عليا ديك الضاله، وانا كنبات فايقه باش نفيق جارتي ووليداتهم، فيق انا وليداتي ونهرب. حنا الدار كطيح علينا، دابا ولينا نتفرقوا على الجيران، ولادي راهم كبروا شويه ما بقاوش بغيو يمشيو ليا على الجيران، وانا ما بغيتش نمشي ونخلي وليداتي نجي نلقاهم ماتوا. بغيناكم الله يجازيكم بخير، وكنطلبوا من الله ومحمد السادس سيدنا يدير لنا شي حل، ويدووا مع الشروطات ويوقفوا معنا وينقذونا من هذه الازمه. راه حنا بغينا نموتوا حنا وليداتنا تحت هذا السقف هذا. الدار ديال سيد الخادير الزنقه 23 دار 49، حنا كنضيعوا فيها وحنا محنين فيها 3 سنين ونص هذه، وتا واحد ما شفق فينا. القايد ما عمرو دخل عندنا، ما عمرو شاف. انا شكيت عليه وقال لي واخا طيع عليك ما عندي ما ندير لك. حنا كنتكرفسوا حنا وليداتنا، الله يجازيكم بخير. كنطلبوا من الله والله يجازيكم بخير، وسيدنا شوف فينا ويعتقنا ودير لنا شي حاله، بغيت نموت انا وليداتي وجارتي وليداتها. حنا راه كنتعذبوا في هذا السقف هذا، راه متنا وراه تكرفسنا فيه وبالنهار، وكنخافوا على رواحنا وكنخافوا على روسنا، كنشقاو ونتقفزوا، ما كناكلوش على خاطرنا. حنا نضلوا في الزنقه ونولوا نتغداو عند الناس، حنا ولينا نمشيو نباتوا عند الناس ما بقاوش بغاونا. ديروا معنا شحال ينقذونا، الله يجازيكم بخير. شوفوا من حالنا، راه حنا تنتعذبوا هنا في هاد الدار هادي، وغتشوفوا الحاله كيفاش دايره. انا راجلي ما في حالوش، جارتي راجلها مات، عندها 4 ديال الولاد، انا عندي انايا، انا حنا 6 بينا وهي 4 بيهم، هي وليداتها. حنا كنتعذبوا هنايا، الله يجازيكم بخير. شوفوا من حالنا ونقذونا، الله يجازيكم بخير. كنطلبوا من سيدنا، الله عاش سيدنا، عاش سيدنا، هضر علينا ودير لنا شي حل. راه حنا كنتعذبوا، راه حنا كنتمحنوا حنا وليداتنا، حتى واحد ما شاف فينا، حتى واحد ما شاق فينا. العماله، القيد، الجماعه، حتى شي واحد ما بغى يدير معنا الحل. كيقولوا لنا ما عندنا ما نديروا لكم، سيروا بيعوا حوايجكم وكريو وخرجوا. حنا ما عندناش ما في حالناش، الا واخا طيق فوق راسك، واخا قال لي طيح عليك الدار كامله، ما عندي ما ندير لك. تيخرجوا كيسدوا الباب في وجهنا، وحنا هضرنا تعينا، وحنا درنا مع هاد الناس ويجي يشوفوا الحاله ديالنا. وانتم تنطلبوا الله يجازيكم بخير باش تعاونوا معنا وتشوفوا من حالنا وتنقذونا من هاد الازمه، الله يجازيكم بخير. ولدي بغى يدير شهاده السكان، بغى يعطي، وانا بغيت نبدل لاكارت ما بغاوش، بغيت ندير الرميد ما بغاوش. حنا ضايعين سيدي، حنا عندنا غراب في بلادنا، عندنا حنا في بلادنا، وحنا بحال جينا من شي دوله اخرى وعندنا برانيين فيها. حتى واحد ما بغى يشوف فينا، حتى واحد ما بغى يشفق فينا. حنا طلبنا من هاد الناس يشوفوا الحاله ديالنا، ونتمنى نطلبوكم تعاونوا معنا وتنقذوا من هاد الازمه، الله يجازيكم بخير.